السلام عليكم. حان وقت العودة، رحلة الهبوط. الطريق إلى القمة، أرى القمة كما كتشوفوا قد وصلنا إليها. جلسنا شوية، درنا تصويرات، ارتاحينا، شفنا دراري جداد هنا. المهم حيدنا علينا المهمة ديالنا، طريق إلى القمة، دابا طريق العودة. إلى أين؟ تبارك الله تبعنا ثاني الطريق، وطريق إلى الأسفل التيار ماشي سهلة. حسب الواحد، الواحد وكيفاش كيتمشى. لي شحال درنا في الصعود، نشيت خصني نسول الدراري، تقريبا درنا سي 4 سوايع. 4 سوايع راه بزاف بارابوغ مع ناس اخرين. تعطلنا حنايا مع كنا جروب، وبقينا كنتسناو بعضياتنا وكنرتاحو بزاف في الطريق، داكشي علاش تعطلنا. السي تبارك الله عليكم. تحياتي لكم، شكرا. هلا واحد البلاصة وصلناها في الروتور، وصلت البلاصة هادي لقيت فيها التلج. ها هو بس تعرفوا راه بلي كاين البرد، غير هاد الشمس هادي عاوناتنا شوية. ها التلج بدا، التلج كاين صافي، لأن البرودة راها كاينة. الله شوف 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 الماء، ماشي التلج، الماء الماء كيتكونجرا ماشي ديال البرودة. ها وراني ننصحكم هاد التلج اللي فيه العطش، ماشي ما يستعملش هاد التلج في الشرب لانه مضر، كاين بلايص فيه من الماء. هاد التلج هذا ما يقول شي واحد راهو خليه تي برد ونشربو، لانه يقولوا بانه غير صحي، يقدر يضرك. اوبا هاد البلاصه لقيتها جنب الطريق، ان شاء الله غادي نكملوا عاود ثاني. مسافه قدامنا شويه ديال الطريق. اللي بغيت نقول لكم هنا هما بحال الحالات ما مزيانينش، كاين سي دراري الله يهديهم كيجيبوا معهم الصباغه وكيبداو يكتبوا الاسماء ديالهم ولا بعض الشعارات فهاد الصخور، وهذا الشيء كيخل بالطبيعه، كيخليش هنا مازال يولي طبيعي. كنتمنوا انهم يوصلوا من الرساله، ما يبقاوش الا بغى يوصل شي ميساج شي حاجه يوصل بار فيديو بحال هكا، يهضر تكون صوره حيه. اما نكتب سميتي ماشي لا تعني انني طلعت للصومي، نقدر نصيفط صاحبي للصومي نقول لي لا طلعتي كتب لي معاك سميتي تما وصورها، هذا لا ماشي ليس بانجاز. تحدي طلع وجه على رجليك ودير تصويره ولا سيلفي ولا بلاش كاع، الا بيتي الكثير من محبي ديال المغامرات وما بيتيش تبين بانك درت مغامره، هذا من حقك. اما نكتبوا الزروفه بحال هكا ما مزينش، يعني الطبيعة ما كتبقاش كما هي، هما بزاف ديال الشعارات والأسماء ماشي لا تشمل ولا تغني من جوع. يلا سيدي تحياتي لكم ونكملو.
احلقاش احلقاش ايوا اينك يا احلقاش كي حددوا بهم الطريق بينكم هكا باش يبانوا لكم زعما الا جيتي هاتو راك في المسار الصحيح قوم زعما راك غادي في الطريق هانتوما كما كتشوفوا وصلنا للرفيج بعد ما كنا في القمه وشفتوا الطريق كي كانت طريق مقارنه مع الذهاب اسهل اسهل يعني الاياب هو اللي سهل وما الذهاب راه قاصح وكل واحد عاود ثاني كل واحد عاود ثاني القدرات ديالو الرفيج هوك على اليمين وانا على اليسار طيلة الفيديو انتم كتشوفوني المهم ما في كنا ما وراء هذه الجبال شوف القلب هنا وكاين جبال طريق وراء الجبال اخرى اللي كانت راه نخليكم شو دابا نديرو شي جميلة ناكلو راه فينا الجيل وجوارية عمري طون تاولنا هي ديالي انا وصاحبي هاد الزرقاء تبع هادي ديال ابو جويرية وتبع هادي ديال مسدسان تبع هادي ديال واحد الدري بعتاك في قريب بين عتب وحدو اللي خذ راحتك اسيدي هو هاد السيد جبناه باش يطيب لينا وما محسوش معنا في الرحله ما قدرش يطلع مسكين هو خواف يلاه علاش بان لكم طلعنا الصومي وهبط وطيبت وما مازال ما هبط طيبت شوف يا باس الناس شوف شوف ما كان باس هابط وما جاش تقدر في يدي ما جا حتى ما نقاها قلنا لك هادي شيطه هادي شيطه وبعد تصفي البوطه شوف لي راه شديت عليها في لابسون قال لك اخويا تسد عليا المهم تحياتي سولوا لي راه عيت يا رب صح يتيك يلا تنا نرتاحوا معكم السلام عليكم صباح الخير عليكم اهلا وسهلا اليوم سيدي الحد الصباح قنا بخير وعلى خير بعد ما البارح طلعنا للصومي كيف ما شفتوا صورنا لكم والو بالليل المهم الليله جوزنا بخير درنا واحد العشي واحد الكاميلات تشينا ودابا الدراري صحابنا هما كيجمعوا لي بونس هما كلاد كيجمعوا البارطاج ديالهم باش نتعرفوا نشدوا الطريق نشمر اليمنين ومن اليمنين لمراكش مراكش اكادير الرفيج راه هو هذا الصباح هذا تقريبا 7:30 يلا روب راه
عليكم، يعجبكم هذا الفيديو هذا ونستافدوا منه. وتحيه لجمعيه الايائل اللي انا دابا لابس الجيلي ديالها وداير اللوغو ديالها. تحيه لنا، تعلمنا بزاف طريقه العيش في الطبيعه ونسير الامور ديالنا ونجيبوا البطاطا ديالنا ولا حاجه اللي نستعملوها. الاهم والمهم هي تعليمكم. اوبا.